بتعرفوا البرنامج اللي انتم بتحضروه مكلف جدا على فكرة، وكيف بتم ناس مثلك ومثل كثيرين اللي بتبرعوا بشكل شهري، بفوتوا على أونلاين مثلا بيتبرعوا حتى يدعموا خدمة نور لجميع الأمم، مثل ما سمعتوا من زكريا في تعاليم كتيرة اللي بتستفيد منها الناس، وفي تعاليم لسه جاي صورناها بس لسه ما تعملهاش مونتاج إلى لقدام. هذه كلها مكلفة، فأنت بتساعد في امتداد ملكوت المسيح على الأرض. في ناس رجال أعمال الله بيشغلهم في مبالغ أكبر، لكن الفكرة أنا الفكرة مش عم بطلب مصاري، الرب هو اللي بيسدد الاحتياج، لكن اللي عاوز أقوله مش مدعمين بحكومات ولا بدول، ناس بسطاء أرامل ونساء ورجال وشباب من كل مستويات المجتمع اللي بيؤمنوا، عندهم محبة عميقة، passion، عندهم حماسة وشغف وحب إنه يشوفوا رسالة المسيح تصل لكل نفس وكل شخص يختبر يسوع المسيح.